تعمل ايه النهارده؟ تعرف اباك تسوي لي من هنا كده مدرج، يعني كده تقعد تدرج لي الشعر كده من تحت الين يعني طالع. وهذه طبعا القصه لا تقصها، هذه يعني كده خليها كده على فوق. وتعرف لما تسوي من هنا كده حركه الشباب دي اللي كده اللي مره حلوه، اللي فيها كده طويله كده وفيها خطين، تسوي لي هي. وبعدين طبعا هذه الحركه الخط اللي لازم هنا تسويه خلاص تخفيف.